نور هلا. شلون الصحة؟ يحفظك الله، حم الله. الله يسلمك. موضوعنا اليوم حول العمالة الأجنبية. اليوم أنت كمواطن أو كشاب في البلاد بلدك يعني دا تشوف أكو عمالة أجنبية بكثرة غزت البلاد، وبنفس الوقت كان لها تأثير سلبي عليكم أنتو الشباب؟ أي والله تأثيره واي علينا سلبي صار. لا وسيلة عيشة ساعدنا كشباب، إحنا عراقيين لا عدنا عيشة لا عدنا هاي، يعني البنغلاديش مستفاد، الباكستاني مستفاد، المصري مستفاد هنا بالعراق، يعني راتبهم هسه البنغلاديش راتبهم ما يقل يعني بالخمس ورقات. احنا هنا شوف حال الضيم حالنا، الله وكيلك جاي نشتغل هنا وحال الضيم حالنا. يعني برايك شنو السبب ارباب العمل او اصحاب المحلات او التجار يفضلون العامل الاجنبي عن العامل العراقي؟ العامل الاجنبي يقولون يشتغل، هذا يريد يكون 24 ساعه كنت تشتغل انت. احنا برانا عوال، برانا اهل، برانا جهال نروح لهم، يعني يكون يريدك بال 16 ساعه تشتغل. العراق ما يدبر 16 ساعه، يعني 16 ساعه هم براكه اهل براكه، هيك عالم تشوفه، عالم تروح لها، قرايب تروح لها، اهلك. هسه نازلين بالباكستانيين، هسه جايين يشترون بهم باكستانيين، ما جاي يذيعونهن، القنوات ما جاي تطلع عليهن هاي الامور. نازلين باكستانيين باللي يقلش بال40,000 مطيشين بالعراق. ذاك اليوم عمليه صارت مدري وين، والله مدري بيا محافظه صارت بالديوانيه، مدري وين صارت، طابين بال 15 واحد محتقلين، يعني قام يكضون بالعالم ويسلبون بيها. منازلين نازلين عدد كبير هنا للعراق، بس ما القنوات ما جاي تطلع على هذا الامر. ذاك اليوم بغداد هنا هم صارت عمليه، هنا بغداد هم كذلك يمكن 8 نفرات جاي يسلبون مواطن عراقي. شفت يعني شفت بهذا الشيء بعينك؟ لا ما شفت شيء بعيني، بس من واحد لواحد جاي تطلع هاي الامور.